معالي وزير الخارجية التقى أيضا مع موراي ماكالي وزير الخارجية النيوزيلندية، ومعالي السيد أوغستين ماهيجيا وزير خارجية جمهورية تنزانيا الاتحادية، وسعادة السيد فانيو رينارد نائب رئيس الخارجية لجمهورية استونيا، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك. وخلال هذه الاجتماعات تم استعراض العلاقات الثنائية بين هذه الدول الصديقة وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، وفرض فتح آفاق جديدة للتعاون بما يعزز المصالح المشتركة. كما تم التأكيد على أهمية استمرار اللقاءات وتبادل الزيارات بين المسؤولين لدفع مستويات التعاون الثنائي المشترك إلى الأمام. كما اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة مع معالي السيد مانويل غوناليز سانز وزير الشؤون الخارجية بجمهورية كوستاريكا. وخلال الاجتماع أعرب الجانبان عن اعتزازهما بما وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكدين حرصهما على إنجاز كل ما من شأنه الارتقاء بهذه العلاقات وتنميتها وتوطيدها في مختلف المجالات، مشيرين إلى أن أهمية هذه الزيارات بين المسؤولين في البلدين لأجل فتح آفاق جديدة للتعاون بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويؤدي لتطوير مستويات التنسيق بينهما في المحافل الدولية.